بكم حبايب قلبي، النهاردة هنعمل مع بعض صينيه بطاطس بالفراخ، وهنعملها كمان بالوراك، وهنخلي الورك مقلبص كده زي ما انت شايفة ما شاء الله تبارك الله. لو حطيتي صينيه البطاطس ديت على ترابيزة السفرة في عزايم رمضان هتشرفك. كل اللي هياكل من صينيه البطاطس دي هيسألك انت عاملاها ازاي، والوراك بقى متبلينها بتتبيلة تحفة 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 ما شاء الله. صينيه بطاطس تتكلم عن نفسها. تعالوا كده نسمي الله ونشوف صينيه البطاطس بالفراخ هنعملها ازاي. بس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. حطيت طاسة على النار ومعايا معلقتين كبار من السكر، وهنا انا هكرمل السكر، مش هنقلبه خالص الا لما يبدأ ياخد اللون البني، ما تغمقيش اكتر من كده علشان ما يعملش طعم مرارة. بنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة، بشوح الزبدة كده مع السكر، بصلاية كبيرة ضربها في الكبة ونزلت بيها، بشوح البصل مع السكر المكرمل لمدة دقيقتين، ياخد من لون وياخد طعم السكر، بياخد كده تسكيرة حلوة وكمان بياخد لون حلو جدا. شوحتهم مع بعض لمدة دقيقتين تلاتة، ومعايا كوبايتين من الرز غسلاه ومصفياه ونزلت بيه، وطبعا كمية الرز على حسب الوراك اللي انت هتعمليها، بس انا هنا مكترة شوية علشان احطه في السرفيز اللي انا هقدم فيه الفراخ. شوحت كده البصل مع الرز، ونزلت بالبهار، ملح، فلفل اسمر، حبهان، ومستكة، ورق لوري مطحون، ومعايا ربع معلقة من القرفة. يبقى ملح، فلفل اسمر، حبهان، مستكة، ورق لوري مطحون، وربع معلقة من القرفة. قلبتهم مع بعض كده لمدة دقيقتين عشان كلهم كده ياخدوا من طعم بعض، ومعلقتين كبار من الصويا صوص، والصويا صوص هنا بيدي لون حلو جدا للرز. حطيت نص كوباية من المية، وهسوي الرز هنا نص تسوية عشان لسه هيكمل السوا بتاعه مع الفراخ. هدي النور عليه واسيبه يستوي براحته عشان ما يتلسعش. الفراخ طبعا غسلها كويس جدا، بصلاية، وحطيت ملح وفلفل اسمر، دعكتها كويس، وهمسك المرتة ادعك بيها الفراخ جوه اللحم وتحت الجلد، واعمل لها كده مساج في كل حتة كده في الورك، ادخل البصلاية ديت. هنا المرتة دي بتخلي الفراخ ريحتها وطعمها حلو جدا جدا جدا، بتضيع اي ريحة زفرة موجودة في الفراخ. الرز هنا ما شاء الله استوى معايا نص تسوية، ريحته كانت خطيرة وطعمه كان احلى بصراحة. اهم حاجة اللي انت تسيبيه يبرد، ما ينفعش تحشي الفراخ او الحمام او اي زفر يعني، والرز يكون مدخن كده بيعمل ريحة زفرة ما بيبقاش حلوة خالص. سيبيه لما يبرد وبعد كده احشي. بمسك الوراك وبحشي الرز، بحط رز كده بين الجلد وبين اللحم، وبشد الجلد كده، وكده الورك بقى قلبز معايا زي ما انت شايفة. طريقة سهلة جدا جدا، بتدخلي الرز بين اللحم وبين الجلد، وبتشدي الجلد بتاع الورك كده على الرز. هنا البطاطس قطعتها حلقات، ومعايا بصل حلقات، وفلفل حلقات، ومعايا كمان ثوم، فصين كده من الثوم قطعتهم حلقات، وحطيت البهار، ملح، وفلفل اسمر، وحطيت كمون، معلقه صغيره من الكمون بتدي صينيه البطاطس طعم وريحه حلوه قوي، واخر حاجه بحط رشه كده من القرفه. بقلب البهار مع البطاطس والفلفل والبصل، وبعد كده باخد الوراك بقى ارصها على وش البطاطس زي ما انت شايفه كده. بصوا الورك مقلبص حاجه كده تشرفك والله في العزايم كده على ترابيزه السفره ما شاء الله. وما تقلقيش الرز ما بيقعش ولا اي حاجه. معايا بقى طماطم ضربها في الخلاط ومصفياها، وهنزل بيها على صينيه البطاطس. بحط كده الطماطم على وش البطاطس والفراخ، ونص كوباية من المية، وطبعا مظبطة الملح، وكله كده تمام التمام. هاخد بقى الصينية العظمة دي احطها على النار تستوي نص تسوية قبل ما ادخلها الفرن. شايفين شكشكت كده وبدأت تستوي. تعالوا بقى شوفوا الخلطة دي جبارة ما شاء الله، حلوة قوي قوي قوي. معايا معلقة كبيرة من الصلصة، ومعايا كمان ليمونة، ومعلقة من السمنة، ومعلقة من الزيت، وفلفل اسمر، وملح. ودهني بقى الفراخ ودخليها الفرن. التتبيلة دي رائعة رائعة لأي حاجة، للبط، للحمام، للفراخ، خطيرة. يبقى معلقة كبيرة من الصلصة، ومعانا كمان ليمون وليمونة يعني كده عصرها، وملح، وفلفل اسمر، ومعلقة من الزبدة او السمنة، وزيت، والقرن الفلفل اللي انا حطيته في الاخر ده بيدي ريحة حلوة قوي. دخلها الفرن بقى في الرف الوسطاني على درجة حرارة 200 تكمل سواها وتطلع معانا.
لحد ما الفراخ تستوي. تعالوا نعمل شوية رز كده بالشعرية، معلقة كبيرة من سمنة على زيت، وبعد كده نزلت بالشعرية شوحتها لحد ما اخدت اللون الذهبي، وبعد كده غسلت الرز، والرز هنا طبعا الرز قد المية. حطيت ملح وحطيت فلفل اسمر، فلفل اسمر بيدي نكهة حلوة جدا للرز. بشوح الرز كويس جدا عشان يطلع معايا مفلفل، وبعد كده بنزل بالمية المغلية. هسيبه يتشرب، واول كده ما يبدأ يبقبق كده وهو لسه في مية بديله تقلبتين عشان ما يتلسعش مني، وهدي عليه خالص واسيبه يستوي براحته. بصوا وهو لسه كده في مية بديله تقلبتين، اهدي عليه خالص واحط له الصاجة واسيبه يستوي براحته. هنا الرز طبعا الرز الخلطة اللي انا كملت التسوية بتاعته، وبعد كده جبت السرفيز وحطيت الاول الرز. وتعالوا شوفوا بقى العظمة ما شاء الله تبارك الله، الفراخ بعد ما طلعت معايا من الفرن شايفين ريحتها كانت حرفيا قلب الدنيا كلها، هي بتتكلم عن نفسها. الورك كده مقلبس كده وجميل، يعني شكله كده حلو قوي، وكمان الصوص بتاع البطاطس الطماطم خطيرة خطيرة خطيرة. طلعت بقى الوراك كده وحطيتها على الرز، شايفين شكلها خطير حلو قوي قوي قوي، انا واثقه ان شاء الله انها تعجبكم. شايفين شكلها جميل جدا. حطيت بس كده عود من البقدونس او الكزبره عشان اكسر اللون، وتاخدي بقى كده ما شاء الله من البطاطس، يعني حطيت كده ايه الرز وحطيت البطاطس وحطيت الورك. بصي الرز واخد من التتبيله التحفه اللي احنا عاملينها دي، ما شاء الله تحفه. يعني لو عملتي الطبق ده وحطيتيه كده على ترابيزه مع سمبوسك حلو قوي قوي، تشرفك كده في العزايم، جميل جدا. الرز مستوي منفلفل حلو قوي قوي كده. صينية البطاطس بتاعتنا خلصت، ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.